أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول آخر مستجدات ثورة تشرين، كما نستقبل رسائلكم القصيرة عبر خدمة الواتساب. طبعا تتواصل التظاهرات في بغداد والمحافظات العراقية ضمن ثورة تشرين بالزخم ذاته وبمشاركة مختلف شرائح المجتمع العراقي، وأكد المتظاهرون استمرارهم بالتظاهر والعصيان المدني والإضراب العام إلى حين تحقيق أهداف الثورة، وعلى رأسها إسقاط النظام ورحيل الأحزاب الفاسدة، رغم حملات القمع الحكومي المتواصلة واستهداف الميليشيات لناشطي التظاهرات والصحفيين بالقتل والخطف. وكالة أسوشيتد بريس قالت بأن 13 متظاهرا قتلوا جنوبي العراق برصاص القوات الحكومية خلال الساعات 24 الماضية، وكانت وكالة رويترز للأنباء أكدت استشهاد 9 متظاهرين على الأقل برصاص قوات الأمن، بينما أصيب العشرات في بغداد وذي قار والبصرة. نقلت الوكالة عن مصادر طبية قولها بأن متظاهرين 2 استشهدا برصاص القوات الحكومية في شارع الرشيد في العاصمة بغداد. أضافت الوكالة بأن 4 متظاهرين أيضا استشهدوا وأصيب أكثر من 50 في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار، بينما استشهد 3 متظاهرين وأصيب أكثر من 70 متظاهر قرب ميناء أم قصر في محافظة البصرة جنوبي العراق. منظمة العفو الدولية قالت بأن تصاعد موجة العنف التي يتعرض لها المتظاهرون في محافظة البصرة وفي العراق بشكل عام يعد تطورا صادما، وأضافت منظمة العفو الدولية بأنها تشعر بالقلق الكبير إزاء التجاهل الواضح من قبل القوات الحكومية لأرواح المتظاهرين وحريتهم في التعبير والمطالبة بحقوقهم المشروعة، وبينت بأن القوات الحكومية تستخدم العنف المفرط في قمع المتظاهرين والذي راح ضحيته الكثير منهم. المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان كذلك وجه خطابات إلى الاتحاد الأوروبي والحكومتين الفرنسية والألمانية، حثهم فيها على ممارسة الضغوط على الحكومة في العراق من أجل وقف استخدام القوة المميتة ضد الاحتجاجات الشعبية المستمرة. المرصد الحقوقي قال في بيان بأنه خاطب تلك الجهات للضغط ووقف الحملات الأمنية الدامية ضد المتظاهرين السلميين المطالبين بإسقاط حكومة عادل عبد المهدي لفشلها في التصدي للفساد وحل المشاكل المتراكمة في العراق، وطالب بإجراء تحقيق فوري في أعمال القتل التي ارتكبتها القوات الأمنية بعد توثيقه عمليات قتل مروعة واختطاف لمتظاهرين عزل وصحفيين ونشطاء في مجال حقوق الإنسان. طبعا مفوضية حقوق الإنسان في العراق قالت بأنها وثقت استشهاد 6 متظاهرين وإصابة 158 آخرين في محافظتي البصرة وذي قار خلال اليومين الماضيين، وأضافت المفوضية بأنها سجلت وجود عنف مفرط من جراء استخدام القوات الحكومية للقوة ضد المتظاهرين، ما أدى إلى سقوط 3 شهداء في البصرة وإصابة 87 آخرين فيما اعتقلت القوات الحكومية 6 متظاهرين. أشارت المفوضية إلى أنها وثقت استشهاد 3 متظاهرين وإصابة 71 أمام جسري الزيتون والنصر في محافظة ذي قار، فضلا عن اعتقال 5 متظاهرين، وطالبت الحكومة بالتدخل العاجل لإيقاف العنف بشكل فوري والمحافظة على أرواح المتظاهرين. أشارت إلى أنها وثقت قيام القوات الأمنية باحتجاز عدد من المسعفين والاعتداء عليهم قرب بناية البنك المركزي في شارع الرشيد قبل 3 أيام، حيث كانوا يقدمون إسعافات وعلاجات للجرحى وأصحاب حالات الاختناق التي تحصل عند رمي الرصاص
أو القنابل المسيلة للدموع، كما أكدت أنها وثقت عمليات اختطاف ناشطين وإعلاميين ومحامين وتجار من قبل جهات مسلحة. معنا اتصال سعد من السعودية، تفضل سعد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. بارك الله فيك يا أخونا عمر. وصراحة والله العظيم هذا الشعب سطر أروع الملاحم في الإنسانية والمحافظة على وطنه، يعني ما بقى شيء لهذه العصابة، الله لا يوفق. وأنا بهذه المناسبة أنا عندي والله كلمتين لهذه الحكومة، والواحد ثاني بابين إن شاء الله اسمه، وأقول اسمعوا يا طغمة الإجرام والمجرمين، العراقي أقسم بأعظم يمين ما يخلي في ثراها كل غادر أو عوين، زلزلت ذيك الحناجر عرش كسرى واصبح الطاغي يدين، الطاغي رئيس هذا إيران الخامئني مدري ايش اسمه، ما عرف عرب المهابة، ما عرف عرب المهابة للمعارك عازمين. وسلامتكم والسلام عليكم. الله يسلمك، شكرا. سام من السعودية كان معنا. سعد من النجف، تفضل سعد. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. تحية وتقدير لقناتكم قناة الرافدين الشريفة. حياك الله يا أهلا بك. وتحية للأخ المتصل سعد من السعودية على كلامه الجميل. نعم أخي العزيز، ولا وزعم عليك، يعني العراق شو ينتظر بعد؟ شنو اللي يريد بعد يسويه؟ شنو الاستشهاد صار بين الشباب؟ يعني احنا ننتظر من عادل عبد المهدي يا اخ؟ الله اكبر، والله العظيم كتلنا القهر، كتلنا يعني كل بيت قام الطبي، بيت حزين، بيت شهيد. اخي العزيز ايش وقت ينحل مشاكل العراق؟ انا اللي احكي وياه كان من النجف. حياك الله. يقولون المرجعيه، مو يقولون المرجعيه من النجف، زين النجف ما قاعد يشوفون المتظاهرين وقريبه عليها تبعد كيلو، يعني الكيلو امتار تبعد عليها بالامتار توصل الى مكان المرجعيه، ليش ما تطلع المرجعيه تناشد يقولون شنو مطالبكم؟ خلينا نقدمها للعادل عبد المهدي للحكومه، لان احنا ذا بالنجف ونظار بنص المرجعيه وبنص اهل العمايم، وما قاعد يطلعون لنا ويقولون لنا شو تريدون؟ سدينا الطرق بالسلميه ما فات، سدينا ثوره العشرين بالسلميه ما فات، ساحه الصدرين متواجدين بيها وكاتلنا البرد والمطر يصب علينا وما طلع عنا واحد قال لنا تعالوا عمي شنو مطالبكم؟ قدمناها العادل عبد المهدي، شنو الاستجابات السواها عادل عبد المهدي يا اخي العزيز؟ اتمنى على انت اعلام وتوضح لي حتى تقول لنا شنو مطالبكم الصارت. نعم، اي طبعا التظاهرات مستمره اخي سعد وانت بالساحه، يعني الناس ما ترضى الا باسقاط هذه الاحزاب الفاسده. ما معقول انه 16 سنه هاي الاحزاب هي أس الفساد، هي أساس الفساد، ما معقولة هي تجي تعالج نفسها. نعم صحيح، احنا باقين نعم. والله العظيم آخر قطرة نسلمها بيد الشهداء إلا نزيح عادل عبد المهدي ونزيح الحكومة ونزيح إيران من عندنا، وداعتك وداعت هذا المنبركم الشريف ما نخلي لا خامنة يطبنا ولا إيران نخلي يطب هذا العراق وينجز العراق، لأن اليوم أنتم شاهدتوا شاب من الناصرية يعني يعني حال الدجاجه يروح يوقع بها، هذا الجندي ما نعرفه عراقي او ايراني يرمي العلم العراقي، سياده العراق تنشمر بالنهر، يمكن انتم شاهدتوا هذا الفيديو، ما نعرف نعم. هذا ايراني عراقي، ليش يتوصل بحال العراق؟ يعني ليش استاذنا العزيز ليش؟ يعني احنا ايش وقت يطلع عادل عبد المهدي؟ نعم. كفى شهداء، كفى جرم، يعني أنا بالمرجعية يما ما قاعد تقول لي شنو مطالبك. والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أخي سعد من النجف كان معنا. رسالة وساب يقول فيها الافتحية إلى قناتكم الموقرة، يقول العراق يبقى صامدا شامخا، ثوار العراق منصورين بعزم الله، قلبنا معكم. أم فهد من أربيل الافتحية إلى الثوار. رسالة أخرى يقول فيها تحية لقناتكم المباركة، أما بعد اتجهت حكومة الخسة إلى إعداد خطة تقوم على أساس التفرقة بين المحافظات، وهذا أمر خطير وفتاك، لم يواجهكم بالسلاح، تجهوا إلى الحرب الناعمة، وهذه الحرب أقوى من حرب القتالية، أتمنى ما يصير شيء. تحياتي أخوكم الثائر قاسم طابور العامري من ذي قار، حياك الله.
رسالة يقول فيها علي أو علاء النشمي: تحية تقدير واحترام لقناتكم الحرة. أنا علاء النشمي من النمسا. من الطبيعي يقول أن يكون قرار هذه الزمرة المتعجمة بالتعتيم على الإعلام، هم زمرة إرهابية، يقول خارج عن القانون والإعلام يفضح أفعالهم الإجرامية، لأن الإعلام يعري أمرهم، فالأمر الطبيعي أن يعتموا على الإعلام ويجد من نشاطه الذي يكشف عنجهيتهم وعدائهم السافر ضد الثوار الأحرار. رسالة يقول فيها: السلام عليكم، تحية تقدير لقناتكم الأصيلة، أخوكم من قطر أبو ناصر، حياك الله. وجه تحية لكل ثوار العراق الأبطال ولكل العراقيين الشرفاء، بطولاتكم الكل يتحدث عنها وغيرتكم على بلدكم العراق أثار الإعجاب في كل أنحاء العالم. أتمنى من الثوار الشرفاء الاستمرار في اعتصاماتهم على الجسور والميادين حتى يطردوا الخونة والعملاء وينهضوا بالعراق ويرجعوه إلى سابق عهده في صدارة دول العالم في جميع مجالات الحياة. معنا اتصال أبو حسن من بغداد، تفضل أبو حسن. السلام عليكم أخوي عمر. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أهلا بك. الله يبارك فيك. الله يسلمك. أنا أقول للشعب العراقي: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وكونوا عباد الله أخوانا، هاي أول شيء. نعم. أرد على أخوي سعد من النجف، الله يحفظه إن شاء الله ويسدد خطاه إن شاء الله. أقول هاي المرجعية ما تمثل العراق، هاي تمثل إيران، وسواء دول الملالي ما ملالي، دول جايين من مكانات يعني نفس طينتهم، يعني ما يهتموا للعراقيين، هم شوقوا يهتموا للعراقيين من 2003 ولحد الآن ما يهتموا لهم، فدول ما مثلوكم، يمثلون إيران. إيران مجرم وحق العرب كلهم من زمان تاريخ، أخذ تاريخ راح تلقون إيران مجرم لحد النقاع، فلا تلتزمون بدولة. أي واحد محمد يجي يحكي لحكاية كلهم كذابين وما يهتمون لأمركم، لا الحكومة ولا البرلمانيين ولا أي واحد، فأنتوا ما يحل الأمور غير بس إحنا نحن نفسنا، إحنا إذا خلصنا نفسنا خلصنا نفسنا. أشوف ما شاء الله هذا يبقون خيرات العراق باسم الدين، وذول الناس السذج اللي خشمروهم ويضحكون عليهم باسم الدين، وذول فقرة ويصدقون بأي شغلة، فلا تصدقون بأي واحد يوم، وذول كلهم كفرة وملحدين وتبعية الشيطان، تبعية إسرائيل. هاي سموا الجيش العراقي اللي سموا الجيش العراقي هسه بالوقت الحالي، انتوا ليش ما تخلون العراقيين ياخذون حقهم؟ ليش تظلون من الكفر والظلام؟ بس علما تحت في دوله مغسوله دماغهم مغسول، يعني دماغ الواحد دماغه مغسول وقافل، شو تسوي له؟ نعم. فان شاء الله ان شاء الله خير. ان شاء الله ان شاء الله ابو حسن. انا اشكرك ابو حسن من بغداد كان معنا. أبو محمد الهاشمي من بغداد يقول: شد حزامك يا ابن العراق، وقف بوجه المستهتر العاق كما يقول. رسالة: اللهم احفظ العراق وأهله، نطالب من المتظاهرين أن تكون إحدى مطالبهم سن قانون حماية المعلمين، لأن حالهم تبدل من قمل المعلم إلى ذل المعلم. إيمان النشمي من النمسا تقول: ألف سلام وتحية وأجمل تحية، حب لقناتكم المحبوبة لقلبي، نشكرك أختي. إلى متى تقول هذا القتل والتنكيل بشباب العراق؟ لا أعرف هل أن هذه الحكومة والتي لا أحب أسميها حكومة هي عصابة لا تسمع رفض الشعب بأجمعه، ألا يستحون من نفسهم؟ لقد أدركنا أنهم فاسدين، ما عندهم شرف، عجيب بالدنيا ماكو هيش بشر. تقول صباح من ألمانيا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نتمنى أن تسقط حكومة إيران، وبعدها سوف تسقط ما يسمى حكومة المنطقة الغبراء، كلهم تابعين إلى إيران. نعم. معنا اتصال فارس من الرمادي، تفضل فارس. فارس فارس أنت على الهواء. فارس تسمعني؟ ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. أخوي العزيز أني حياك. أنا فارس أحمد. نعم. مواليد 50 من الرمادي. حياك الله. لكن حاليا بغداد. يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله، تفضل. الله يخليك، الله يعطيك الصحة والعافية. الله يسلمك. أخوي العزيز، أنا إذا أخاطب من رحمتكم من برنامجكم المعكر، أنا بيتي قصفولي قبل 5 سنوات بالرمادي. نعم. من حضرة والرمادي قصفولي بيتي طائرات التحالف. بيتي وغراضي كلها راحت. أنا رجال عمري 70 سنة
أنا ما عندي بس أنا وزوجتي بالبيت. نعم. ما عندي وقصفوا لي يا بيتي وذبوني بالشارع، واليوم 5 سنوات أنا كل شيء ما محصل، قاعد أجار وراتبي التقاعدي 400. نعم. أخاطبكم باسم الإنسانية، باسم الدين، باسم كل واحد شريف مثلكم، الله يخليك، سووا لنا حل. أنا اليوم 5 سنوات من القصف بيتي، ها بيتي وغراضي والله العظيم ب 130 مليون، وشالوني شمروني بالشارع، فلس منطوني زين، وهسه أنا قاعد أجار زين، وراتبي التقاعد 400. نعم. وأنا رجال كبير لا بي أشتغل ولا بي أعين على الثاني وعلى الثاني زوجتي. الله يشهد علي. الله يعينك. راح وغراضي راحت كلها، مال العمر كله مال 45 سنة. الله يعينك حجي ويفرج عنك، هي هاي مشكلة. والله نعم. يا أخويا العزيز. نعم. والله يا أخويا العزيز المشتكى إلى الله. ونعم بالله. أنا أعرف برنامجكم الموقر. وقناتكم الحلوة الشريفة الطيبة. الله يسلمك. بركة الله من 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 منبركم الحلو أن سووا لي صورة حال. أنا اليوم أبيهم 5 سنوات نايم بالشارع ما عندي. نعم. مأجلي راتبي تقاعدي 400 والله يا أخويا العزيز. نعم. زين الله يستر عليكم ويحفظكم ويدفع عنكم كل شر. نعم. ارحموا في الأرض يرحمكم في السماء. ونعم بالله. من الله يرحم والديكم. والديك عيني فارس. الله يفرج وان شاء الله الامور تتغير، وهي هاي مشكله التعويضات بالمحافظات المدمره، الانبار ونينوى وصلاح الدين، الناس لحد الان ما استلمت التعويضات، والنوب يساوموهم، النوب يساومون الناس، اذا يطلع على 10 مليون الجماعه ياخذون 5 او ياخذون 7 و3 يطوها للمتضرر، فهي مشكلة التعويضات. الجماعة هم لغفوا من عندها، وما شاء الله أسماءهم طلعت بالقوائم الأولى، أسماء المسؤولين بالمحافظات هاي هم استلموا والناس بعدها ما استلمت، ومثل حالتك مئات الآلاف. نعم. الله يفرج. نعم إن شاء الله خير. أنا أشكرك فارس من الرمادي، صوتك وصل، هذا نموذج من معاناة نقول مئات الآلاف بدون مبالغة، مئات الآلاف بعد الأحداث اللي صارت في العراق، المدن المدمرة، الأنبار، نينوى، الموصل، مركز محافظة نينوى، صلاح الدين، هذه الحالة مع الأسف، والحكومة تقول لك إحنا جايين نعمر البلد. وهاي مثل ما سمعنا الأخ فارس صار له 5 سنين بيته مهدم وما تعمر لغاية الآن، وما حصل أي تعويض من الحكومة. معنا اتصال أم حسين من الكويت، تفضل يا ام حسين. هلا ويمه. هلا بيك يمه، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم يمه. الله يسلمك يمه، تفضل. يمه. نعم. انا معاي عبد الامير الجادري من جابر السيل، وجاء وين كان؟ هو جان شهيد من حرب ايران 8 سنوات 8 والتوابيت الجرمن طهران. كان نسيان العراق نسوا سيدة نسوا وعبوا العجم داخل الدولة، كان نسيان. ليش بيت واحد بيت 7 صدقني راحوا ما رجعوا الوالدته 7 بحرب إيران والتوابيت الجر وأكثر بعد يشعدك أعدك الجريعة بساعة. ليه نسوي العراق؟ شنو نساهم؟ شنو صاير؟ نعم. إيران الحين خذوا حذر، خذوا حذر من أبهين، يقول تبي تجي زوار، وين زوار؟ وين زوار؟ هذه قوات وسلاح جاية. انتبهوا يمه. نعم. انتبهوا. الله يسلمك، يعطيك الصحة والعافية، إي معاك. يمه. نعم. الشباب. يما الشباب. نعم. الشباب اما معاهم كبار. ونعم بالله. سن رجال كبار معاهم برا. اما لا تخلونهم قضاهم قواويت سلسليه جيش ملقط. نعم. ملقط جيش يقتله ويمشي. خل بالليل
الله موجود. يسجلون. نعم الله موجود ام حسين. يسجلون. نعم. يمه من الليل خلوهم يسكنون داخل بالبيوت والصبح مثل لبنان. شوفنا شلون لبنان. عسكريهم معاهم وشرطيهم معاهم. لبنان والجزائر لا قضت عيينا قضوا 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 ورود هذه ورود ورود دفنت ورود دفنت الأرض. حرام والله حرام. أنا بالكويت وأنا قلبي بجمر. حرام حرام يمه. الله المعين الله المعين. أنا أشكرك أم حسين. يا رب يعين والداتهم. آمين يا رب آمين. أنا أشكرك أم حسين الكويت كانت معنا. معنا اتصال ابو ياسين من بغداد منطقه الزعفرانيه. تفضل ابو ياسين. السلام. وعليكم السلام ورحمه الله. استاذ عمر حياك الله يا اهلا بك. انا اشكرك واشكر قناتكم الموقره. الله يسلمك ويخليك. على الاتصالات وعلى استلام الرسائل ورحم الله والديكم. والديك هذا واجبنا. عمي هاي الحكومه ترى كلها ايرانيه كلها عمل آل ايران. الله ما بيني وبينك. ناس لا عدم مخافة الله، ناس لا تعرف الله، ناس لا ذمة لا ضمير. هاي الشهداء راحت برقبة من هاي بس أردفتهم برقبة من برقبة عادل عبد المهدي برقبة المالكي. لأخذ 8 سنين أخذ من عمر العراق. دمر العراق دمره والله العظيم هذا المالكي. إلى يوم إن شاء الله ينشنق ساعة التحرير وهذا دم الشهيد ما يروح بزوج الأبطال إن شاء الله. ناس ما تخاف الله لا ذمه لا ضمير. خلي يرجعون يشوفون تاريخ ايران منين. تاريخ ايران هسه المستعبده اليمن ومستعبده العراق. خلي يشوف ذول الاحزاب منين جابتهم. هادي العامري وقيس الخزعلي خلي يشوفون اصلهم منين ذول. ايران ناس فرس لا اسلام لا يعرفون الدين. هذول ربع الشاه ناس لا ذمه لا ضمير. ناس عرايا بالشارع. خلي يرجعون تاريخهم ويشوفون منين ذولي. الله ذبهم بلاء على العراق. الله لا يوفقهم. دمروا العراق والله دمروه. هاي الشهداء راحت برقبة من برقبة هادي العامري برقبة من برقبة قيس برقبة المالكي برقبة عادل عبد المهدي. ماكو بيت ما بي شهيد ما بي بيت ماكو جريح. الله لا يوفقهم. ان شاء الله النصر قريب ان شاء الله. ونعم بالله ونعم بالله. أنا اشكرك ابو ياسين من الزعفرانيه كان معنا. رساله والسلام يقول السلام عليكم احيي قناتكم الحره الوطنيه صوت الشعب العراقي والحقيقه من خلالكم احيي ثوار ثوره تشرين الخالده والرحمه للشهداء والشفاء للجرحى ومن خلالكم ايضا احذر اخوتي الثوار بان هناك اشاعات على المواقع الاجتماعية عن انقلاب عسكري لطالب جغاتي والساعدي وهم يقول ذيول للفرس وقاسم سليماني. وإن صحت فهي الورقة الأخيرة التي يلعب بها الفرس والأمريكان للالتفاف على الثورة وإنهائها. ولكم مني السلام أخوكم زياد العزاوي من هولندا. حياك الله أخي زياد. رسالة يقول فيها تحية لكم ولشخصكم أستاذ عمر أخوتي الثوار في جميع المحافظات. اتركوا التفرقة وكونوا كالبنيان المرصوص. العدو فشل في كل أساليب القمع واتجه نحو الحرب الناعمة لإجهاض الثورة. كل محافظات أبطال وما قصر وربي يحفظكم وينصركم جميعا. تحياتي أخوكم المنتفض سعيد يوسف أبو عباس من ذي قار. حياك الله أخي أبو عباس من ذي قار. اتصال سامي من بغداد. تفضل سامي. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. شلون الصحة؟ الله يخليك. الله يحفظك. أنا صراحة هذا رحت تركيا صراحة. يعني هم مشاكل وكذا وهاي. الحمد لله على السلامة. نعم. وياكم إن شاء الله الله يبارك فيك. الله يسلمك. تفضل. أستاذ عمر. نعم. والله خايفين على شعبنا من تعرف هاي المسائل اللي تصير. هذول لأن يعني إلى أرقامهم بالفساد ما راح يتركون يعني ابدا ما اعتقد يعني. وما عندهم مانع يعني يقتلون اخر واحد من شعبنا في سبيل حتى يكونوا كراسيهم. لان طبعا من تزال هي هاي الطبقه سامحنا نقول تظهر المسائل يعني السيئه اللي قاموا فيها. يعني نعم. يعني مشكلة سبحان الله. سابقا كنت أقول شو كنت تجيش
الثوره شوك تجي راح تجي من الوسط من الجنوب، والحمد لله صارت هاي المساله. لاحظت انت شوف شلون قمعوا يعني المظاهرات الايرانيه، فهم نفس هذا نفس نفس الطائفه ونفس الشكل، يعني هؤلاء يعني ما عندهم مانع يضربون بالسلاح وبالقنابل وبالرصاص الحين في سبيل حتى يقمعون هاي المظاهره يا استاذ عمر، فهي هذا الخوف يعني. وبعدين اكو شغله اخرى لاحظت بايران، ظهر قالوا قام يسوون هو الحرس الثوري بالليل يروحون يمسكون رؤوس قادة المظاهرات، فذولا شوف المالكي ذاك اليوم طلع نريد احنا وفد من الكذا وشغلات في سبيل حتى البلاد ما تنجر الى الفوضى وشغلات، يريدين يعرفون من هذولا في سبيل حتى هم يعني يقصونهم بليله ظلمه احنا نقول، فذولا مشكله يعني. ما نعم اخي سامي يعني اي والله يعني اللهم يحفظ العراق والعراقيين والله آمين. الله يخليكم. الله يسلمك. أنا أشكرك سامي من بغداد. كان معنا اتصال أحمد من الكويت. تفضل أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخي عمر، أنا من سنتين ونص تقريبا أتابع يعني. نعم. فأنا أتذكر المعاناة التي كنتم تعانونها من الديون. فأنا في الفترة هذه كنت معكم يعني، ولكن أنا في تيار آخر، أنا أتابع الأخبار والله. أنا أول ما ظهرت المظاهرات يوم ونص للفرح، لأنني كنت أعاني، بمعنى كنت أحاول أقنع الناس بمعنى العرب أن هؤلاء أدخلوا بعقولكم أمرا خارج إطار العرب. يعني أنت تعرف أن المرجعية الشيعية مسكت مرجعية شيعية فارسية لابد أن تكون ولا تكون عربية، هذه نقطة يجب أن تكون واضحة للعرب الشيعة، هم الآن وضحت الصورة عندهم على فكرة يعني. متى عندما رأوا الإيرانيين، أنا كلموني كثير من الشيعة العرب كانوا يعني من الناس الذين كانوا يعني ليس مو مقتنعين ولكن اقتنعوا لله الحمد، أنا يعني يبقون إخواني وإن أخطأوا أسامحهم، ولكن الفارسي لا أسامحه، العربي أسامحه أخوي. وعلى فكرة يعني أنا من وجهة نظري العراق هو إذا وقف يقع جميع العملاء، بمعنى أن العراق أنا والله خفت أن العراق يتغير، ولكن صراحة أحييه وأحيي الشعب البطل القوي الذي أبهرني بعقول من أعمار من 25 وأنت نازل. هؤلاء نوابغ والله العظيم يا أستاذ عمر، صدمت ما شاء الله كيف يتكلمون. قلت أنا توقعت أن الشعب العراقي أكله الفرس من التخلف، ولكن ما شاء الله تبارك الله، أنا رأيت أن العراق مرض، خفت أنه مات، ولكن العراق يمرض ولكن لا يموت، يمرض ولا يموت ويتعافى. نعم هذا نعم وهكذا الذي رأى. وإذا ترجع إلى التاريخ طبعا انا كنت اصيغ لاخوتي، طبعا في واحد من الاخوات مو راضي مقتنع الثاني. نعم. قلت لها يا اختي انا ارى ان الفرس هم الذين ياخذون مرجعيه، لماذا العرب لا ياخذونها؟ هذه اصلا اتفاقيه، انا نشق كل الروابط، وتبينت ان السيستاني خرج من الكويت الى العراق ايام الحرب، كل شيء واضح. نعم. وحارب محمد وحارب محمد الصدر التاريخ العراقي، انا حطيته بقلبي لان نعم يجب ان اهتم بالتاريخ. لحظه لا تقطع، يجب ان اهتم نعم بالتاريخ. لا ما قاطع وياك. عفوا، لان لابد الناس تعرف الحقيقه. انا والله انا يمكن صار لي 3 أو 4 وانا داخل في عق العراق بكل النواحي السياسيه والدينيه، فطال عمرك المشكله كلها الان من المرجعيه. السيستاني ميت، لماذا لا يخرج؟ المشكله انهم عندما ذكروا قالوا نريد أن نرى مرجعنا، طبعا من باب الحق يعني. ماذا قالوا؟ قالوا هو حرب على المرجعية، ها هؤلاء كذبة فجرة مصوغين له هكذا. نعم. الآن يريدون العرب، لا تلومني أنا مقهور، فخليني أتكلم على راحتي. لا مو احنا الوقت محدد، رسالتك وصلت وواضحة أخي أحمد، خلي أوصلك لك. اختمنا بثواني. نعم. نعم نعم آخر شيء، لأنكم متصلين والله يقع الجميع، والعراق إذا وقف هو جبجبة العرب هو الذي
يتم دماغ امور العرب يريده ان يقف ويصبح هو اسد العرب. والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اشكرك احمد من الكويت كان معنا. ابو محمد من اربيل تفضل ابو محمد. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا بك. تحياتي لك وحياك الله. وتحياتي يا اهلا بك للمتظاهرين بساحه التحرير وساحه الخلاني. وارجوهم ارجوهم ارجوهم الحفاظ على السلميه. نعم. ترى هاي المظاهرات هاي الثوره لا من صالح امريكا ولا من صالح ايران. ترى هم يريدون يخربوها ايران وامريكا. نعم نعم ابو محمد. اي والله بس انا بس كلمه واحده السلميه السلميه. نعم. يحافظون على السلميه. ترى الحكومه منهاره ما باك شيء والله العظيم. قلائل قلائل ايام قلائل قليله يعني تخلص هاي الحكومه والله العظيم. وشكرا. نعم. ابو استاذ عمر. انا اشكرك ابو محمد بن اربيل كان معنا. مستمرون معكم اعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقه. ناخذ هذا الفاصل ونعود اليكم. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. معنا اتصال ام علي من الاردن. تفضل يا ام علي. مرحبا. السلام عليكم. اهلا وسهلا بك. اريد بس احب اقول بالنسبه الي اني زوجي راح بحرب ايران استشهد. الله يرحمه. الله يسلمك. هو طبعا جيت اراجع بالفتره الاخيره بهاي الحكومه الجباره اللي تلعب النفس عشان يقولوا قلت لهم الراتب كلش قليل يعني. قالوا لي يعني وحدة صديقة قالت لي بالتقاعد قالت لي احنا دي ربك انه معتبريهم دولة مجرمين حرب. زين. الآية انعكست. لو هسه بالعراق. نعم. الآية انعكست بالعراق مع الأسف بعد العام 2003. اي. اني لو هسه عايشة بالعراق. نعم. أرملة وعندي أولاد كانوا اثنين الله يحفظ يعني واحد حتى توفى المهم الله يرحمه. يعني شلون أقدر أعيش ب200 دولار بالشهر شلون؟ زين. وبعدين قمت رجعت وهم صارت الطائفية وانهزمت
وراجعت علامات المهجرين كتابنا وكتابكم. آخر شيء قبل سنة ونص يمكن يقول لي وقفت الفلوس بعد ما حد ينطي. يعني فالبلد تعيس بالمرة صار. زين وعدك بالنسبة ذولا اللي أنا كنت أفتهم إنه ذولا حقيقة إنه موالين الإيران، بس هسه اتضحت الصورة كلش واضحة عندي. ما معقولة يحطون وزير دفاع إيراني بالعراق أو تجارة إيراني. فذولا مثل أدوات الشطرنج، من يحركها ذولا اللي المجوس. زين وأني أتمنى قناتكم اللي الله يبارك بيها يا ريت توصلون لساحة التحرير الناس الشباب ذولا ولو يوم جمعة على الأديان كلها والطائفة كلها يصلون صلاة جماعة ولو ركعتين دعاء واستجابة إن شاء الله من رب العباد إلهم. زين عيني واللي جابوهم بهالوزارات. زين هالأشكال المرعبة. زين واحد أبو مسبحة، واحد مطيرتشي، واحد سويد رافضته، شنو هذول؟ ما يتقون الله ما يخافون. والله يبارك بيكم ويرحم شهدائنا يا رب. آمين. يا مولاي. آمين. أنا أشكرك أم علي من الأردن كانت معنا. معنا اتصال حسين من الديوانية. تفضل حسين. حسين تسمعني؟ ناوي. تفضل حسين. تفضل أبو علي. أبو علي تسمعني؟ تفضل. بس نصل التلفزيون. أسمعك. بس نصل التلفزيون للأخير. تفضل. سمعك. تفضل أبو علي. تفضل. ألو. تفضل عيني أنت على الهواء. ألو. نعم. ها؟ أبو علي الظاهر أنت مدعى تسمعني. أنا أشكرك أبو علي من الديوانية كان معنا. الظاهر مدى يسمعنا بصوت واضح. رسالة مساء الخير لقناة الرافدين اللي تنقل الأخبار أول بول. تقول هذا عادل عبد المهدي شنو ينتظر الشباب بعد يستشهدون أكثر. رسالة السلام عليكم، إحنا من كربلاء ونعرف من هو الطرف الثالث. يقول أو تقول دخلت في زيارة 40 سيارات مصفحة وسيارات كبيرة وتحمل أسلحة يمنع تفتيشها من القوات الأمنية، استقرت في صحراء كربلاء والآن يستخدموها ضد المتظاهرين السلميين، ولأن قبل قليل قاموا بحرق المتظاهرين قرب تربية كربلاء، وفي الليلة الماضية استخدموا الرصاص الحي وأنكروا بعدم استخدامها، وإحنا نشاهد أمام أعيننا وأخذوا يتسللون ليلا في الأحياء في الأفرع يعتقلون المتظاهرين ويقومون بتعذيبهم وقتلهم، وحتى الغير متظاهر العائد من عمله في سيارات مكافحة الشغب. رسالة يقول فيها عبد الكريم قاسم الدليمي من نيويورك، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أشكر قناة الرافدين البطلة، صوت الثائرين وصوت معاناة الشعب العراقي الأغر. أخي حكومة المنطقة الخضراء تعيش أيامها الأخيرة والنصر قريب بإذن الله تعالى. رسالة يقول فيها السلام عليكم، تحية لقناة الرافدين المجاهدة. أم مريم من بغداد تقول تحية لمجاهدي ساحات التظاهرات والرحمة للشهداء والشفاء العاجل لجرحانا. أقول لهم اصبروا ورابطوا قوتكم وثباتكم هو النصر. اليوم كل الشعب انتفض، عدنا بالبصرة رجال وعدنا بذيقار أبطال وبالنجف السباع، فابقوا. و يعني تقول كذلك استقيلوا للحكومة باحترامكم، إذا عدكم ذرة احترام لأنفسكم الشعب ما يريدكم. عاشت الثورة وعاش العراق. نعم. رسالة يقول السلام عليكم، أحييكم على اهتمامكم بالثورة، إن شاء الله النصر قادم للشعب العراقي. أخي هذا واجبنا. مريم أحمد جاسم من بغداد تقول تحياتي لقناة الرافدين البطلة وكل العاملين الأبطال فيها. أحب أقول أنه عادل وميليشياته ما راح يخوفونا، وإحنا باقين بالتحرير إلى غاية إسقاط النظام. رسالة تحية لك أخ عمر ولقناتكم المميزة. أدعو أهل الكرخ إلى الخروج ومناصرة إخوانهم في الثورة، محاصرة المنطقة الخضراء وطرد الطبقة الحاكمة. تحياتي أخوكم الثائر أحمد يوسف أبو شهاب. حياك الله أبو شهاب.
تحية طيبة لك ولجميع العاملين، الله يحفظ شبابنا أسود الرافدين يا ضباط وجيشنا الشرفاء، وينكم وإخوانكم دي يتقتلون ما تهتز شواربكم لهفة من ألمانيا. نعم رسالة. السلام عليكم أخي عمر أرحم الراحمين، الله أرحم الراحمين، تقول أو تقول 500 شهيد وبعد 5000 بس العراق باقي والظالم يروح، الله عادل. أبو محمد الجبوري من الديوانية حياك الله. عندنا اتصال فاتن من ألمانيا، تفضلي فاتن. فاتن تفضلي، مرحبتين، أهلا وسهلا بيك. أنا أشرف القناة الرافدين. أنت الشرف، الله يسلمك. أحلى قناة هي تطلع لنا يعني أول بأولها وإحنا نتفرجها صراحة. يعني أنا عايشة بألمانيا وأنا اثنين زيدية، بس أنا ولادتي بغداد، يعني أنا طلعت من بغداد إلى ألمانيا صار لي 20 سنة. إن شاء الله ترجعين لبغداد. يا ريت إن شاء الله. والله أبو القنادر، أنا أبو القنادر دول أهل الأهل الأهل اللي يبيعون جيمر مال باب الشرقي، ويعني اتمنى اليوم قبل باكر ارجع. يعني هذا عادل عبد المهدي يشيلي بس كل يشيلي يريد بعد هذا الشباب تستشهد يمودوا له، كلهم كانوا هنا بالمانيا وكندا وفرنسا كانوا كلهم ينظفون بالشوارع، ما صدقوا يلزمون هالكراسي ويرششون قرايبهم واهلهم. والله متى على والله يوم يبكي قطيه على ذول الشهداء، والله ننقر عليهم، والله الله ما يقبلها، والله العراق حرامات هيك يصير. نعم يا اخي والله سوفت حل، والله المثل عليهم، والله اني انا ما عندي احد بالعراق بس ما يتقهر عليهم سوفت حل، الله يخليكم. نعم والله المثل من القارع عليهم، الله يخليكم سوفت حل، والله ما يصير النسوان قضيه الجهال. والله أتمنى باكر أرجع بهاي باب الشرقي وياهم أني أبعد. نعم أني أشكرك أختي فاتن من ألمانيا، إن شاء الله يرجع العراق أحسن من قبل إن شاء الله. أبو ناصر من الكويت، تفضل أبو ناصر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. يا هلا والله، حياك الله، الله يعطيكم العافية على هالمجهود. الله يعافيك، الله يسلمك، تفضل. إنما الناصر صبر ساعة. نعم ولو ساعة العراق طولت، بس الله كريم ونعم بالله. اللهم اجعل الظالمين في العراق بين قتيل مقبور وهارب مذعور وذليل مأسور. عندي اقتراح، اخواننا وابنائنا اللي تم اعتقالهم واختفوا، اقتراح القناة الرافدين انكم تسوون مبادرة تطلعون صورهم، تخلون أهاليهم يودون لكم صورهم واسماعهم وتاريخ اعتقالهم ومكان اعتقالهم عشان لا يضيعون. نعم لا يعني نطلع لا أخي أبو ناصر. نعم مر السنين، نعم قبائل كاملة راحت، قرى كاملة راحت، نعم يعني ناس كثيرة راحت، مئات الآلاف من العراقيين السنة راحوا. الزرقة وين الزرقة هالحين؟ الزرقة من يذكرها؟ نعم. جريمة الزرقاء، أطفال ونساء وين راحوا؟ أحياء أموات مدفونين مقابر جماعية في العراق ولا بإيران؟ مئات الآلاف من العراقيين اختفوا، الآن لحقوهم أخوانهم في الوسط والجنوب. هذه اقتراح مني، وهذا نعم. لكم الأجر العظيم إن شاء الله، خلي أهاليهم الله يسلمك أبو ناصر. نعم بالمناسبة أبو ناصر، نعم هنا أنا بالرافدين نعم. الأسماء الموثقة دائما نعرضها كأسماء وكجرائم مثل ما تذكرت، الزرقة والصقلاوية وسبايكر وغيرها، كل هذه الأمور دائما تعرض على شاشات الرافدة إن كان في البرامج أو بروموهات، يعني دائما تطلع على الشاشة. أنا أشكرك أخي أبو ناصر من الكويت كان معنا. حوراء من البصرة تقول السلام عليكم، تحية طيبة إلى قناة الشعب قناة الرافدين، ليش تقول ما تفزعنا الأمم المتحدة؟ قضت أولادنا كلها كتل، وأتمنى من المتظاهرين أن يشكلون حكومة منهم. تحياتي أم حوراء من البصرة. معنا اتصال، أكو اتصال، خلينا نقرأ رسائل، فرصة نقرأ الرسائل.
السلام عليكم ورحمة الله، وأنتم صوت الحق، بارك الله فيكم. أم فهد من الإسكان، حياك الله أختي أم فهد. رسالة، السلام عليكم، بس أريد أقول رسالة للتربية، إحنا نريد وطن مو فلوس، مو تنشرون خبر توزيع رواتب، عيب عليكم، وإحنا الطلاب مستمرين بالتظاهرات والإضراب. تحياتي فاطمة من النجف، حياك الله أختي فاطمة من النجف. نعم، يقول السلام عليكم، نشكر الكادر أخوك المحامي سيد فؤاد المكسوس من البصرة، حياك الله أخي فؤاد، حيا الله للبصرة. يقول راح نبقى معتصمين منا إلى ما نحقق مطالبنا، الله يحفظكم وينصركم يا رب. نعم، قرأتها أخي الرسالة، أكو ناس ترسل الرسائل أكثر من مرة. زياد العزاوي من هولندا، مو قرأت عن الرسالة مالتك أنت دازا مرتين، بس أنت الظاهر ما أخذت بالك. نعم، السلام عليكم، تحية خاصة لقناتكم، يعني أريد أقول الحكومة ماكو عندهم غيرة، إذا تنباع الغيرة نشتري لهم. أخذكم سارة، الله يحفظ المتظاهرين، آمين يا رب. أم أزهار من بغداد، تفضلي أم أزهار. دقيقة، انقطع الاتصال مع أم أزهار من بغداد، خلونا نقرأ في الدقيقة الأخيرة رسائل واتساب. يقول السلام عليكم أخوي، القوات الأمنية ترمي الشباب طلق حي، ومن يسألون الناطق الرسمي للقوات يقول مو إحنا هو طرف ثالث، هاي صارت شماعة الطرف الثالث، الله ينتقم منهم. أم عبد الله من البصرة، شباب ده تموت ويقولون ماكو قتل. تحية طيبة لقناتكم الموقرة، إلى متى يبقى العراق ينزف بدماء الشهداء والمرجعية صامتة والحكومة صامتة؟ هل هذا إهمال ولا أحد يبالي بدماء الشهداء ولا بمطالب الشعب؟ أين هي منظمة حقوق الإنسان؟ الله ينصر العراق. أم مجتبى البصرة، حيا إن شاء الله أختي. من أمريكا عماد فيصل يقول السلام عليكم أخي عمر، وتحية لقناة الرافدين الوطنية، إن شاء الله سترحل هذه الطغمة الفاسدة آجلا أم عاجلا، مرغمين بفضل صمود شباب الثورة ووفاء لدماء الشهداء. ليتنا كنا معكم لنفوز فوزا عظيما، عشتم يا أبطال وعاشت ثورتكم التي سيخلدها التاريخ لأجيال. نعم، تحية طيبة لقناة الرافدين المنبر الشريف، أدعو أهالي الكرخ إلى الخروج ومناصرة إخوانهم الثائرين. نعم، يتساءل يقول كفاكم سكوتا، هل أنتم مؤيدين لهذا النظام الفاشل الفاسد؟ لا أكيد أخي، ما حد راضي، بس تدري أنت الظروف والقبضة الأمنية، التاريخ وسجل المواقف بأحرف من ذهب. تحياتي أخوكم الثائر عبد الأمير فرج أبو سجاد من ذي قار. الناس اللي ما تقدر يعني تطلع دا تساهم وتساعد في بغداد وفي المحافظات. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.